بكم أيها الرائعون. ممكن أن تتغير بكل سهولة ويسر نحو نسختك الأفضل. نتحدث كثيرا عن حب الذات، بعض الأشخاص يعتبرون ذلك نوعا من الأنانية، لكن في علوم الطاقة وقانون الجذب يعتبر ذلك أساسيا جدا. حب الذات لا يعني أبدا أنك تتخلى عن مبادئك وعن مساعدتك للآخرين، بل على العكس، سوف تمنح الأولوية لنفسك. كلما كنت تشعر بالاكتفاء من كل الطاقات، سوف تكون في الطريق الصحيح نحو تتميم ما تريد. يبحث أغلب الناس عن العلاقات العاطفية، عن من يحبهم، وبالتالي لا يدركون أن حب الذات هو الأساس. عندما تشعر نفسك بأهميتها وتقول مع نفسك أنا أحب نفسي أولا، فإنك بهذه الطريقة تمتلئ بطاقة الحب الرائع، وبالتالي يصبح تشلي العلاقات سهل جدا، لأنك لا تنتظر شيئا من الآخرين، الحب تمنحه لنفسك أولا، وهكذا في جميع المسائل الاجتماعية الأخرى. كثير من الناس يكونون أسرى لعلاقة عاطفية سامة، وبالتالي ينتظرون دائما الدعم والمساندة من الآخرين، ينتظرون أن يكلمهم أحد، ينتظرون أن يحبهم أحد، تراهم يمنحون كل شيء لكن بدون جدوى. قد تتساءل بشكل منطقي جدا، لماذا أنت تمنح كل الحب للناس وللأسف تتلقى عكس ذلك؟ بكل بساطة، أنت في طاقة عطاء، لكن للآخرين عليك أن تمنح نفسك أولا حتى تشعر بالاكتفاء. جميل أن يكون عطاؤك دائما بلا حدود، لكن ينبغي أن تكون الأولوية لنفسك ولذاتك، حتى لا تنتظر أحد أن يشفق عليك. لا تستجدي الحب أبدا، عليك أن تمنحه لنفسك أولا. عندما تكون متعلقا بالأشخاص والأحداث والأماكن، فإنك تشعر بالوحدة حتى ولو كنت مع هؤلاء، بكل بساطة لأنك متعلق بهؤلاء الأشخاص. أسهل طريقة لفك التعلق هو أن تمنح نفسك الفرصة لتفهمها أكثر، لتحبها أكثر. في هذه الحالة تكون طبعا في طاقة رائعة جدا، لا تشعر بالتعلق أمام أي أحد، أنت في غنى عن الناس بكل بساطة، لأنك إنسان قادر على أن تقوم بكل الأشياء لوحدك دون انتظار مساعدة من الغير. لا تحاول أبدا أن تستجدي الحب من الآخرين، امنح الحب لنفسك. ممكن أن تأخذ باقة من الورود وتهديها لنفسك بمناسبة أو بغير مناسبة. بهذه الطريقة أنت تشعر نفسك بالحب أولا، وسوف تلاحظ عجائب قانون الجذب. كلما كنت تشعر بشيء فيه وفرة، فإنه يتجلى أكثر في حياتك. ببساطة، أنت لا تطلب من أحد أن يمنحك الحب، لأنه طاقتك الآن. سوف تلاحظ كما من العلاقات العاطفية يعبرون لك عن محبتهم، لأنك متوافق مع طاقات الحب الرائعة. عزيزي المستمع، عليك أن تدرك شيئا مهما في علوم الطاقة وقانون الجذب. الله جل جلاله خلق هذا الكون بقوانين مضبوطة ومحددة. طبعا من المؤكد أنك تلاحظ أن كل شيء له ضده، النهار والليل، الخير والشر، الرجل والمرأة، فوق والتحت، الشمال والجنوب، الشرق والغرب، وهكذا. إلا في علوم الطاقة فإن الشبيه يجذب مثيله. كلما كنت في طاقة من الوفرة، فإنك سوف تجلب الوفرة بشكل تلقائي بإذن الله. كلما كنت في طاقة من الحب، سوف ينجذب إليك الحب بكل سهولة ويسر. أنا أقول أنه لا ينبغي أن تكون أنانيا في طلبك، لا، بل على العكس، سوف تمنح مساحة كبيرة للأشخاص الآخرين أن تشفق عليهم، أن تحبهم أيضا، لكن أقول أن الأولوية ينبغي أن تكون مطلقا لنفسك. من الممكن أن تتعلم أن تقول لا للأشياء التي لا تشعر أنك لا تريدها فعلا. حاول أن تتعلم فعلا قول كلمة لا للأشياء التي لا ترغب فيها. لا يمكن أن تقدم مسائل الناس على شؤونك الخاصة. حاول أن تمنح الأولوية لشأنك أنت الخاص، وبعدها ممكن أن تساعد الآخرين بطريقتك الخاصة.
عندما تكون في هذا المستوى سوف تلاحظ عجائب في قانون الجذب. سوف تلاحظ أن الناس يلهتون وراءك لأنك مكتفي ولست متعلق بهم أبدا. هذا السر ينبغي أن تحفظه أيضا عندما تريد أن تجذب أي شيء لحياتك، سواء علاقات عاطفية، وفرة، مال وغير ذلك. حاول أن تركز على مشاعرك كما قلنا دائما وأبدا، وهي الأساس. امنح نفسك الحب أولا، أنت تستحق ذلك. اعتني بنفسك، بملابسك، بعطورك، ثم اهتم أولا بشؤونك الخاصة وبعدها شؤون الآخرين. يمكنك أيضا استعمال النوايا في كل دقيقة وحين. أنوي دائما الوفرة في حياتي، أنوي الحب والعلاقات العاطفية الرائعة، أنوي أن أكون محاطا بأشخاص رائعين، أنوي راحة البال والصحة والعافية وهكذا. كل شيء تقوم به في يومك حاول أن تجعله لحظة من الامتنان لله سبحانه عز وجل. أنا ممتن لكل شيء، أنا ممتن لنفسي لأني أمنحها كل الحب الذي تستحق. حاول أن تمنح نفسك كما قلنا باق من الورود بين الحين والآخر، سوف تشعر بطاقة رائعة جدا لأنك فعلا تستحق ذلك. كلما اعتنيت بنفسك فإنها تمنحك الكثير. دمتم دائما وأبدا في محبة وراحة بال. يوسف حسن، في أمان الله.